في هذا الفيديو غنشوف الطريقه باش نخدمه بلانر على الهاتف يعني على الاندرويد. دونك في هذه الحاله غادي تكليكي على بلاي ستور وغادي تبحث على بلانر. دونك كليكي فوالا غيطلع لك هنا بلانر. بلانر هو هذا اللوغو ديالو هو هذا كما كتلاحظوا هنا باللون الاخضر. ومن غير هذا الشيء هذا خصك تقرا هنا في الاسفل في الوصف مكتوبه مايكروسوفت كوربوريشن سوفتوير ديال مايكروسوفت. دونك كليك هنايا وتختار انستالي. دونك عوض هاد اوفري غتلقى عندك انستالي. دونك حنا ديجا دايرين ليه هنا انستالاسيون غنكليك على اوفري. سينو هنا على برا غادي تلقى ديجا عندك لابليكاسيون وقعت لها انستالاسيون هي هادي. دونك غنكليك عليها فوالا. دونك الفوا كتفتح كيقول لك هنا اول حاجه كتب لادريس ايميل ديالك ديال تعليم واما كتكتبها كدير سو كونيكتي. دونك من بعد كيقول لك كتب لي المود باس الخاص بداك لو كون ديالك كتكتب المود باس ديالك كتكليك على سو كونيكتي فوالا. دونك هنا كيعطيك واحد الوصف بسيط على هذا البلان شنو كيدير. دونك خيا دي بلان دونك هو ديبلاسمون الو جويندر اون ايماج ريستي اون كونتاكت غتكليك على كومونسي سي بيان. اوتوماتيكمون كيطلعوا لك جميع لي بلان لي سونكتي في لابليكاسيون على الحاسوب يعني لي زابليكاسيون لي بلون لي عندهم علاقه بالحساب ديالك تعليم بوان ما لي سونكتي في بلانر كيكونوا ديما سينكرونيزي يعني كيبانوا في جميع لي زاباري بداك الحساب ديالك يعني فين ما دخلتي في اي اباري بالحساب ديالك تعليم بوان ما راه غادي تلقى لي ميم بلون اللي كنتي خدام عليهم ديجا. دونك كما كتلاحظوا كاين لو بلون بروجي 2 اللي كنا خدامين عليه ديجا في البيسي. دونك هنا كيبانوا لك لي طاش اللي مديورين. الا درتي لهنا كيبان لك مثلا هادو لي كومبارتيمون مثلا بلانيفيي الكومبارتيمون اتوديي الكومبارتيمون رياليزي. دونك نرجع مثلا للخلف هنا كاين عندنا لي ريسون مثلا دي طاش هذا سميناه دي طاش مثلا فيه كذلك اروند مثلا. دونك كاين مجموعه من الاشياء مثلا الا مشينا مثلا كري اون باج هنا غيبانوا لنا مثلا لي طاش اللي كاينين ديجا فوالا. دونك بلي كومبارتيمون اللي فيهم ديجا ممكن نغير لافيشاج نكليكي هنايا غادي يبان ليا. دونك كنبركو هنا في هذا المكان هذا هذا فين كاين هذا الجرافيك كيعطيك واحد ليطا دافونسمون على داك لي طاش اللي درتي ديجا. دونك سوا او نيفو ديال لي مومبر اولا او نيفو ديال الكومبارتيمون اولا او نيفو ديال لو ستاتيو ديال الرياليزاسيون ديال لي طاش بصفه عامه. دونك وكانك ديجا راك على لابليكاسيون ديال الحاسوب. دونك داكشي بحال بحال تقريبا. ممكن تكليكي في الاسفل على ميطاش كيعطيك لي طاش اللي نتا مسؤول عليهم مثلا او اللي نتا فيهم. ممكن تكليك على بارامتر وتشوف لي بارامتر ديال لو كون ديالك ديجا فوالا. سينو كتخرج على رقم صح غنكونو سالينا بلانر على الهاتف.